لكل متابعين ديالنا بقناة شوف تي في مباشرة من مدينة سيدي عمر. مرحبا أخويا، عودة من جديد إلى الميادين وعودة من جديد إلى السوق الأسبوعي. الله يحفظك، بارك الله فيك. أنا غادي ناخذ واحد الجولة هنا في السوق الأسبوعي بمدينة سيدي النور، من خلاله غادي ناخذ الأجواء ديال السوق. وكتبنا الآن أنكم تشوفوا أش فين جات. مرحبا كما كتشوفوا، الحمد لله كما كتشوفوا هنا الآن في السوق. مرحبا، اللي غادي نحاول أننا ندخل السوق الداخل، كذلك غادي نشوفوا الخضرة أشنو دايرة والأثمنة ديال الخضرة فين واصلة. مرحبا، دائما في هذا النقل المباشر كما كتشوفوا معنا كما كتشوفوا. تبارك الله، شوف شفين جات كما كتشوفوا مزيان الصوت. تبارك الله، هذا الخيرات ديال الدكالة كما كتشوفوا دائما في هذا النقل المباشر عبر السوق الأسبوعي. خيرات كما كتشوفوا، شوف الحمد لله كما كتشوفوا في السوق الأسبوعي خيرات اللي موجودة. تبارك الله، شوف خيرات، تبارك الله، خيرات ديال سيدي النور. دائما في هذا البث، دائما في هذا البث المباشر عبر قناة شوف تي في كما كتشوفوا المي الحوت. دائما في هذا البث المباشر كما كتشوفوا الحواتة خير موجود. فعزيز احنا قاعدين دائما في هذا الجو. مرحبا الناس ديال سيدي بنور والناس ديال المتابعين ديالنا عبر قناه شوف تي في. دائما كيما كتشوفوا شوف الخيرات كيما كتشوفوا خيرات ديال الدكاله. مرحبا دائما معكم في هذا البث المباشر خلال أجواء ديال السوق الأسبوعي هنا في مدينة سيدي بنور. مرحبا دائما في هذا البث المباشر هنا في مدينة سيدي بنور. كما كتشوفوا سلام، كما كتشوفوا الخيرات الاسماك موجوده الحمد لله. الناس خير ديال سيدي النور وهذا كما كتشوفوا سيد ابراهيم وابراهيم الناس واكله شاربه عايشه هنايا. دائما في هذا البث المباشر هنا في مدينه سيدي النور. مرحبا، غادي نمشيو نشوفو. مرحبا بالإخوان، احنا دائما مباشرة على قناة شوف تي في قناة الشعب والقناة الأولى أول قناة إلكترونية بالمغرب. نحن الآن في جولة بالسوق الأسبوعي من خلال هذا البث
الحي والبث المباشر الذي كن دائما تواكبكم. احنا غادي الان نمشيو للرحبه ديال الخضره نشوفوا بخير. انت مباشره معنا على قناه شوف تي في. اش ممكن تقول لنا على الخضره اليوم؟ الثمن مزيان اليوم. شحال واصل الخضره؟ 60. شحال دايره البطاطا؟ 60. خيزو؟ شي 50. الخضره هبطات؟ هبطات. مابقاش دايره 5 دراهم مابقاش دايره. ايوا الحمد لله كما كتشوفوا. غنشوف الان واحد القراء اللي بغى يقول لنا واحد القصيده. مرحبا تفضل. كلامه معنا على الوالدين وعلى الناس اللي كانوا محبين مع الله. كيفاش تغير لنا الوقت هذه الحاله ديالنا؟ فمتودوا معنا. وبسم الله بدينا على نبينا صلينا مع وليدي كل ما زوينا مصطفى العبد الشاكر مدينة الزمامرة في المناقرة. فهمتوا كلامه معنا كيف خرجوا هذا الكلام ديالي وتمكن نهار تسبب الأورا في الأورا اللي خرجوا من ديالي على العاشر. كان الناس عشرة المحسنين كاينين كانوا ما نشوفوا على الخير وإنما اللي قمطوا يديهم ربي قمطوا لنا كل شيء. سنتوا العاشر خرجوا وتهلاو في الوالدين اللي خاطر عمو يمكن عبالي اللي لقينا معاهم. وبسم الله بدينا لا نبينا صلينا مع وليدي كل ما ذوينا الله فيهم ويمسك معباك دينا وليدي حطهم حداك أرى الرضا غادي معاك. هذانا من جديد وجايبوا الحديد عاشر بوليدي سنت يا مول الاولاد غير على الدنيا غير على الاولاد ولا يكبوك مع الواد. الحرابه صابه ومن كتابه خابه خرجني من الدار على بنادم الغدار اللي ركبت وليدي في الكار غير شربوا القرار كرني في الدار عليا بكاو عليا ذكرت حسن والديا المراه جريات عليا الدراري هربوا عليا ربي عالم عليا لا وليد لا بنيه لا من يسوني عليا الناس وليدي كانوا كونهم هاد الناس المحبين في الله. قلت ليه لي شد شكريسي تهلا في خوتو ليام هذا من اللي كان حولي في الخزانه وكانت الفورد الحاج عايت باورد من اللي خرجت داسيا ولات عندنا الوقت راسيا. العاشر قال لي جمع تالي جمع لهم كل شيء نهار تسدوا البيطوارات الكوار انا اللي خرجت فيلم ديالي ديما كيصورونا في العالم في مواسم مهرجانات والعاشر راه كيخرج كان 10,000 ولا مليون ولا 10 جوج المليون جرى وليدي الثور لوح الواد الاولاد البلاد كل شيء زاد. علاش؟ بغوا البيلات والطوموبيلات والبنات واليمشات والمحيات تبعوا لينا المحياه تمشينا ضحياه لا تحيا لا زاكياه وسيد ربي زل العطيه والحكمه راح كاهم بين لنا الصح من الظلم. الحولي زاد الثور زاد القمح زاد المسكين زاد مع الواد. شو الناس المحبين في الله اللي كيفيلمونا وكيطالعوا بالمساكين سير الله ينجحهم وبغيناهم ديما في الاعلى والسادس الله ينصره هو ووليدو الله يربحو وبغيناه ديما غالب الله يسهل عليك. شكرا تبارك الله عليك. كما تابعتوا معنا مصطفى البوصاري مصطفى البوصاري مرحبا تحياتي كما كتشوفوا حنايا
مباشرة من السوق الأسبوعي كما كتشوفوا. حنا الآن كما كتشوفوا الخضرة ها هي موجودة كما كتشوفوا دائما مباشرة من السوق الأسبوعي بسيد المنور. شو هذيك الدري كما كتشوفوا غادي ناخذ احد المواطنين. السلام عليكم الشريف. السلام عليكم. انت مباشره معنا على قناه شوف تي في. اش ممكن تقول لنا اليوم على الخضره؟ الخضره اليوم مرفقه شويه من الثمن، الاسعاره مرفقه شويه على الاسواق الاخرى. يعني خيزو كاين 50 60، مطيشه كذلك، الشيفرون اللفت يعني 50 ريال، بطاطا 70. اليوم رخيصه الحمد لله. كانت غاليه شويه. كل شيء لا دابا بخير الحمد لله. لا الامور الحمد لله. السلام عليكم. انت مباشره معنا على قناه شوف تي في. كيداير الاجواء اليوم في السوق؟ كيداير الخضره؟ اخويا ثمن مناسب، الخضره بالرخاء، كل شيء رخيص الحمد لله، خاصه على الفلوس الله يرحمنا. خضرة رخيصة، بطاطا ب 80، خيزو ب 60 50، خاصة على الفلوس اللي الله يرحمنا. طلبوا من الله تعالى الله يدير الشتاء والدي الخير. لا شوية الحمد لله. لا بقاتش 5 دراهم، 5 دراهم بقاتش كاع من نوع. الحمد لله. الجبالة موجودة، كل شيء موجود الحمد لله، خاصنا على الرخاء. خاصنا الشتاء الله يرحمنا. كما كتابعوا معنا في هذا البث المباشر هنا في السوق الأسبوعي. كما كتشوفوا معنا. كما كتشوفوا معنا هنا كما كتشوفوا دائما ان احنا في السوق الاسبوعي بمدينه سيد المنور. كما كتشوفوا الحمد لله الخضره موجوده، اثمنه مناسبه كما كتشوفوا معنا دائما. كما كتشوفوا كما كتشوف معنا مرحبا وحسين، كما كتشوفوا معنا الخضره موجوده الحمد لله اليوم. الله يرحمنا. اللهم امين. الله يرحمنا. الله يرحمنا. هذا السي بعدنا تنوض. نوض الشريف، نوض عندنا، نوض. كيداير السوق عندنا؟ احنا مباركين بسوقنا الحمد لله. مباركين بسوقنا سيدي. السلام عليكم. انت الان مباشره معنا على قناه شوف تي في. كيدير الجو في السوق؟ كيدير الخضره؟ الجو الخضره موجوده، مطيشه دايره 30، بطاطا 60، خيزو 40. السوق رخيصه الخضره؟ لا اليوم رخيصه، مطيحه اليوم. علاش الخضره طايحه اليوم؟ وشكون اللي عرف؟ السوق. دوزو عندك التورا. دوزو عندك. دوزو عندك. السلام عليكم. السلام. انت مباشره معنا على قناه شوف تي في. تاخا خضار، قول لنا كي دايره الاجواء في السوق عندكم اليوم وكيفاش دايره الاثمنه؟ شويه الله يجعل البركه، الخير موجود والاثمنه موجوده والله يرحمنا. حنا بغينا السوق ديالنا يبقى هنا ديما الحمد لله. الثمن ديال الخضره؟ الثمن كاين 50 50 وبطاطا 60 ريال. خضره موجوده الحمد لله والله يرحمنا. السوق رخيصه هذا؟ رخيصه ايوا الحمد لله. الحمد لله رخيصه هذا السوق هذا. ومع الصب ومع الشتا والله يرحمنا. الصبات هي كتنفع شويه الوقت الله يرحمنا. والحمد لله. كما كتشوفوا معنا كما كتتابعوا معنا دائما مباشره من السوق الاسبوعي بسيدي بنور اللي كنقول لكم من خلاله الاجواء ديال الخضره كما كتتابعوا معنا. الحمد لله الخضره رخيصه اليوم ثلاث كما تشوفوا. كما تشوفوا معنا هي الخضره موجوده، مطيشه موجوده، كل شيء موجود كما تشوفوا معنا. السلام عليكم. دخل انت مباشره معنا على قناه شوف تي في. كيداير الاجواء في السوق وكيداير الخضره؟ مزيانه خويا،
الخضره مزيانه كلشي مزيان خيا الثمن ديال الثمن اليوم الثمن هو زوين مناسب ماشي رخيصه شويه رخيصه شويه مزيانه هذا راه بطاطا كاينه 70 80 60 هذا مزيان سوق مزيان الله يرجع البركه وصافي هابط اليوم لا هابط اليوم السوق مزيان خيا الحمد لله هذا الشيء غنشوف كذلك احد المتسوق سير الشريف السلام عليكم لاباس بخير انت مباشره معنا على قناه شوف تي في كيداك تجي تسوق اليوم كيجاتك الخضره السوق مزيان اليوم الخضره شويه مزيانه خيزو 60 بطاطا 70 مزيانه كلشي الخضره الاخرى 60 60 بطاطا 70 المساواة ديال الناس اي مزيانه 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 بعدا لو كانت غاليه الخضره ولكن شنو طايحه اليوم مزيانه مزيانه مرحبا دائما كما كتتابعوا معنا هنا مباشره من السوق الاسبوعي بسيدي بن نور كما كتشوفوا الاجواء كما كتشوفوا معنا الاجواء ديال الخضره الحمد لله الخير موجود اثمنه الخضره مرحبا اجواء كما كتشوفوها الخيرات ها هي الرمان الليمون كلشي موجود السرعة موجودة الحمد لله في السوق اليوم الناس فرحانين بالسوق دائما كما كتابعوا معنا في هذا البث المباشر عبر قناة شوف تي في من خلال هذا الروبورتاج هذا اللي نحاولوا اننا نقربكم من الاجواء ديال السوق من الاجواء ديال الخضرة السلام عليكم كما كتابعوا معنا دائما مباشرة من السوق الأسبوعي كما كتابعوا معنا شوف أنا كما كتشوفوا الحمد لله الخير الخير موجود الحمد لله أنا شي عادة كاسف كما كتشوفوا لا كنعرفوا كل شيء السوق ديال كل شيء السلام عليكم كي داير اخويا بخير كي داير السوق السوق زين هما باغيين يخسروا السوق زين ومليح الناس كلشي عايشه كي داير الخضره كي داير الخضره مليحه الثمن زين بطاطا 60 ريال وخيزو 60 ريال السوق رخيص السوق السوق رخيص كلشي غياكل كلشي غيدي كلشي غيدير الكميله كلشي واكل شارب الحمد لله كما كتابعوا معنا غادي شوف كذلك مرحبا السلام عليكم كي داير خويا السوق شويه شي شويه كي داير سوقاتكم شويه اليوم سوا المواد ديال البهم اللي غاليه تبانوا وزرعوا كاين الغلا فيه مسقم البلا دايره 900 اليوم الليمون الليمون 100 الرمان 100 هذه 100 جلبانه الفرانك اللي باقي يقول كاين رخص اجي من رخص لا لا بالنسبه للسوق الاخرى الحمد لله كاين رخص في السوق هذا لا ملي كانت ديك الصناعه ديال الصحراء هذا شويه بطاطا غير شويه لا ما كاين باش بطاطا وخيزو اليوم هادو اللي غاليين الصناعه ديال الصحراء اللي كان غالي السوق نعم ماشي نعم ماشي نعم 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 لا بخير اليوم شويه الحمد لله الحمد لله طيب الحمد لله الله يحفظك بارك الله فيك اللهم لك الحمد كما كتابعوا معنا دائما مباشره من الاجواء ديال السوق الاسبوعي بسيدي بن نور لكن نقول لكم قال لكم من خلال هذه الاجواء الجميله ديال الخضره دائما مباشره على قناه شوف تي في اللي خدمتكم في هذه الجوله عبر السوق الاسبوعي بسيدي بن نور كما كما كتابعوا معنا في هذا البث في هذا البث المباشر دائما كناخذكم في الجولة الصغيرة اللي شفنا من خلالها أجواء ديال السوق أجواء ديال الخضرة الثمن
شنو داير؟ كما كنت معايا دائما في هذا البث المباشر عبر قناة شوف تي في، اللي من خلاله حاولنا أننا نطلبكم شوية من الأجواء ديال السوق ديال الخضرة. كما شفتوا الأثمنة ديال الخضرة في المتناول ديال الجميع. الخضرة رخيصة، بطاطا 50-60، خيزة 50-60، يعني الحمد لله الحمد لله. كما تابعت معنا في هذا البث المباشر من السوق الأسبوعي لمدينة سيدي بنور حول الأجواء ديال السوق. دائما متابعي قناة شوف تي في، الحمد لله رغم الظروف المرضية احنا خرجنا باش نوصلوا لكم الأجواء كبيرة الأجواء ديال الصف. مرحبا مرحبا، دائما نعيش معكم الأجواء ديال السوق ديال سيدي بنور كما كتشوفوا، اللي كتعتبر من أكبر الأسواق على المملكة المغربية. يا سيدي مرحبا. التليفون دوريجين 2007 لي خاصو شي تيليزيات دوريجين 10 دراهم لي خاصو تيليزيات دوريجين 10 دراهم. أجواء أكبر سوق في المغرب اللي خديناكم في الأجواء ديال الخضرة. مرحبا. مرحبا. دائما الأجواء ديال السوق سيدي بنور لم يبقى الآن إلا أن نستودعكم الله وإلى اللقاء في بث مباشر إن شاء الله.